هذه المصيبة، هذه المصيبة، نكد عليك، نكد عليك وعلى عمرك يا سيد. هادي ست انش، اجري يا اختي، اجري في دي بعمرك، العمر مش معزقة. في ايه؟ في ايه انطقوا؟ سي حالي جوز حضرتك تلي فسكوني على الاخر. فسكوني على الاخر؟ ايه انطق في ايه؟ احنا قاعدين يا اختي في امان الله انا وسيمة غوري، سمعنا خبط ورقع ورزع في شقتكوا، قلنا نطلع نطمن برضو الناس لبعضيها. ايوه لقيت سعالي طايف الشقه يمين وشمال وشمال ولا يمين، ومال يكسر في اي حاجه يجي تحت ايده. هو مراتي مديراي، هو مراتي مديراي. سيمة غوري يا اختي قال برضو يعني يطلع يوجب معاكوا ويحوش الحاجه، راح لابت في الراجل كده هوت مش عايز يسيبه ابدا، قافش فيه. ايوه عدني 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 يا ستاني، راح مسكني من دراعي ولففني لفافه كده وراح عدتني في لمؤاخذه في دراعي في دراعي عدني في دراعي. يا سيف، وكان عمال يزعق ويهلل ولا مؤاخذه يعني في الكلام، كان بيشتم فيكي. ايوه ايوه افت بجدك بقى، وانا هنروح ناخد 21 هجنه في المستشفى. لا يا مغاوري، انا مش ههرب من ميدان المعركه، انا صحفيه ومهنتي الاخطار، انا هتسحب اشوف في ايه، ولو في خطر هحصل العيال عند بابا. مغاوري ايوه معلش يعني في السؤال، انا اسفه، هي العضه كانت جامده قوي؟ يا عيني يا اخويا، الراجل هيهوى.